حميد جلال طبعا رفيق بعثتنا هناك في السودان. بنرحب بك عبد الحميد من السودان، وطمنا على بعثتنا واخر اخبار فرقتنا ايه. اهلا بيك كابتن هاني، واهلا بضيوفك الكرام كابتن محمد حكيش وكابتن ماهر حمام اهلا وكل حميد، اهلا، مشاهدي قناة الاهلي. بنرحب بيك. طمنا على فرقتنا، طمنا على التمرين الاخير، طمنا على اخر الاحداث عندك في طبعا الخرطوم قبل بدايه ان شاء الله بكره باذن الله، تكون ان شاء الله باذن الله بدايه طيبه لفريقنا النادي الاهلي. طبعا يا كابتن هاني، في البدايه الاجواء ممتازه، في نوع من التركيز والاصرار عند لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني ان هم ان شاء الله يقدموا مباراه كبيره بكره ويحققوا نتيجه ايجابيه تكون تساعد الفريق ان هو يحجز خساره التاهل للدور التالي مبكرا، يعني خصوصا الاهلي في اول مباراه في دور المجموعات، وزي ما حضرتك عارف تم تاجيل المباراه الاولى امام الاسر الكاميروني بسبب مشاركه الاهلي في كاس العالم للانديه. طبعا الاهلي اتمرن في السودان هو تمرين واحد بس النهارده على ملعب الجوهره الزرقاء في نفس توقيت المباراه الساعه 3 عصرا. الجو كويس جدا، الجو معتدل، واعتقد ان الاهلي من خلال الجو هيقدر يقدم مباراه كويسه، لان الجو كابتن هاني لا هو حر ولا هو ساقع، يعني في اعتدال في الجو. فمستر كولر النهارده اطمن على كل اللاعبين، كل اللعيبه اللي موجوده في السودان جاهزه للمباراه ما عدا طبعا خالد عبد الفتاح، كلنا عارفين ان هو مش هيقدر يلعب المباراه لانه موقوف بسبب الطرد في ماتش فلامينجو، لكن تم اصطحابه مع البعثه علشان ماتش اسوان بعد كده يوم الثلاث ان شاء الله. طمنا كمان من خلال تقريرنا النهارده وشفنا من خلال اخبارنا عن النادي الاهلي ان كولر طبعا كمان بيطمن على ارضيه الملعب. طمنا على ارضيه الملعب، لان ومعايا الكباتن الكبار عارفين بيتأثر بشكل كبير، خاصة في أفريقيا قد تكون بعض الملاعب مش مؤهلة بشكل جيد لتقديم حتى مستوى فني كويس. فأرضية الملعب عاملة إزاي يا عبد الحميد، وتعليق كرر بعد ما شاف أرضية الملعب النهاردة؟ طبعا يا كابتن، هو طبيعي شيء معتاد ان المدير الفني في اي مباراه خاصه خارج مصر بيطمن على ارضيه الملعب ويشوفها تكون مناسبه لطريقه اللعب اللي هو عايز يلعب بها المباراه او لا. فمستر كولر النهارده بعد انتهاء المؤتمر الصحفي مباشره وقبل بدايه التدريب حرص ان هو يعاين ارضيه الملعب، وانا في تصوري ان ارضيه الملعب افضل بكثير من سنوات فاتت. استاد الجوهره الزرقاء تم تحديثه في السنوات الاخيره فبقى افضل سواء من ناحيه البنيه التحتيه، واعتقد الكره السودانيه بتتطور بشكل كبير جدا في السنين الاخيره، فاعتقد ان الملعب افضل من سنوات كثيره فاتت يعني، وان شاء الله يكون الاهلي موفق به. كمان انت موجود وسط اللعيبه، طمنا على الحاله المعنويه للعيبه النهارده. يمكن محمد الشناوي اتكلم في المؤتمر وقال ان احنا مركزين جدا في هذه المباراه، لان المباراه صعبه دائما وابدا. مباريات النادي الاهلي في السودان سواء امام المريخ او امام الهلال بتكون مباراه على المستوى البدني، على المستوى الفني بتكون مباراه مش سهله يعني. طمنا على الحاله المعنويه للفريق عبد الحميد. طبعا زي ما قلت لحضرتك كابتن هاني، في تركيز شديد جدا عند كل اللعيبه، هم بالنسبه لهم ان دي اول ماتش في دور المجموعات، فانك تحقق فيه نتيجه ايجابيه هيسهل عليك الامور بعد كده بدل ما تستنى للاخر وتدخل تحس بالجرمه. فانت كل نتيجه ايجابيه بتحققها في بدايه دور المجموعات بتساعدك بعد كده وبتريح الفريق. كمان كابتن شناوي النهارده في المؤتمر الصحفي اكد على حفاوه استقبال الاشقاء في السودان، وقال ان مصر والسودان يعتبروا شعب واحد وفي علاقه تاريخيه بتربط بين الشعبين سواء على المستوى الرسمي او على المستوى الجماهيري، وقال ان احنا استعدينا بشكل جيد جدا للمباراه، وقال ان كل لاعب في الاهلي مركز وان هو في نوع من تقدير واحترام لنادي الهلال لانه منافس قوي جدا ومنافس مش سهل، وبالتالي التركيز الشديد جدا هو عنوان بعثه الاهلي في السودان. ما فيش كمان يمكن النادي الاهلي مركز بغض النظر اذا كان موجود جماهير او مش موجود جماهير، دي ما لهاش علاقه بالنادي الاهلي من قريب او من بعيد، وبالتالي التركيز داخل المستطيل الاخضر مهم جدا في مباراه مهمه، وخاصه اكيد طبعا كل اللعيبه والمدير الفني كولر
متابع كمان نتائج سان داونز النهارده، فاز كمان 3-1 على القطن الكاميروني، ويمكن ده الفوز الثاني على التوالي لسان داونز. وبالتالي الامور يعني الامور ما فيهاش هزار اكيد، والنادي الاهلي مصمم باذن الله على الاداء مباراه جيده، وان شاء الله الفوز ده هو طبعا دايما دايما هو ده هدفنا يعني. بمناسبه الجماهير يا كابتن هاني، يمكن مستر كولر اتسال سؤال في المؤتمر الصحفي النهارده، ان هل عدم وجود الجماهير في المباراه هيكون نوع من العامل المساعد او هيكون سبب في انتصار الاهلي؟ فمستر كولر قال طبعا السؤال لا محل له من الاعراب، المباراه لم تنتهي او لم تبدا علشان نقول ان عدم وجود الجماهير ساعد الاهلي، لكن كل اللي اقدر اقوله ده كان كلام مستر كولر في المؤتمر، ان النادي الاهلي عنده اختبارات كبيره وعنده لعيبه متميزه، وان شاء الله يقدر يؤدي مباراه كبيره بكره ويقدر يحقق نتيجه ايجابيه. حتى كمان اتسال على ان مستوى الاهلي في الفتره الاخيره كان متذبذب، فهو استغرب جدا من السؤال يعني، قال ازاي مستوى الاهلي كان متذبذب في الفتره الاخيره؟ اخر ماتشين الاهلي لعبهم كان في مونديال الانديه قدام ريال مدريد وقدام فلامينجو، وقال ان ده مستوى عالي جدا، لعيبه على مستوى عالي جدا، فبالتالي ان النادي الاهلي كان ند قوي ليهم وقدم مباراه قويه وكان قريب جدا من الفوز، سواء كان في ماتش ريال مدريد او في ماتش فلامينجو، وان عدم التوفيق في المباراتين ده مش معناه ان في تذبذب بالنسبه لمستوى الاهلي، بالعكس الاهلي قدم مباريات كبيره جدا وكان ند قوي، وبالتالي كل ده ينعكس على اختبارات لعيبه الاهلي في البطولات اللي جايه، سواء البطولات المحليه او البطولات الافريقيه. حتى اتكلم برضو، كان الناس بتتكلم هل شادي حسين هيلعب ولا لا، هل المهاجمين في النادي الاهلي هل هو استقر على مهاجم واحد هيلعب في الفتره اللي جايه؟ قال انا عايز اقول حاجه مهمه جدا لكل الناس، ان هو عنده ثقه كبيره جدا 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 في كل مهاجمي الاهلي بشكل خاص ولاعيبه الاهلي بشكل عام، وقال مش معنى ان لعيب او اثنين ضيعوا فرصه في كاس العالم للانديه او في اي ماتش ده معناه ان اللعيب ده مقصر، مفيش مهاجم بيسجل كل الفرص اللي بتتاح ليه، مفيش مهاجم بيجيب كل الاجوان، لكن معنى ان المهاجم ده وصل للجون وخلق فرص ده معناه نجاح لمنظومه الهجوم في النادي الاهلي ونجاح لمنظومه الكره كلها في النادي او للفريق بشكل عام. الحقيقه عبد الحميد ده كان كلام مهم جدا لكولر النهارده، وكمان بنشكرك شكرا جزيلا، تغطيه اكتر من رائعه، بلغ تحياتنا للعيبه والجهاز الفني، وان شاء الله يعني كل التوفيق لفرقتنا بكره ونرجع بنتيجه طيبه والفوز في اول مباراه على مستوى دور المجموعات. عبد الحميد جلال من الخرطوم بنشكرك شكرا جزيلا. كابتن ماهر عايز اخد